خد بالك لو قلت لك عندي حمض مخفف وعندي حمض ايه مركز، الحمض المخفف ممكن اقول لك كده اي كيو، يعني اقول لك HCl اي كيو. تجرات كده اسمه ايه؟ ده حمض الهيدروكلوريك المخفف. طب الحمض المركز رمزه اهو، لو قلت لك HCl وتحته ال ليكويد، ده حمض الهيدروكلوريك المركز، لانه بس ليكويد يعني هو ال HCl بس مش معاه ميه، يبقى كده مركز. لكن HCl اي كيو معناه ضفنا عليه ميه، يعني خففناه.